مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم ومازلنا بنتابع معكم انتخابات مجلس النواب لعام 2020 من داخل غرفة العمليات الخاصة بوزارة التنمية المحلية في اليوم الثاني على التوالي، وهو اليوم الأخير. لو تحدثنا عن المرحلة الأولى في 14 محافظة، عدد المقاعد 143 مقعد، أما عدد المرشحين ف 1745 مرشح على مستوى ال 14 محافظة. أما الكتلة التصويتية فيبلغ عددها أكثر من 31 مليون من لهم حق الإدلاء والنزول والإدلاء بأصواتهم. لو تحدثنا عن ما يجري داخل هذه الغرفة منذ الصباح، فالغرفة بتتابع لحظة بلحظة كافة المحافظات للتأكد من مرور العملية الانتخابية بصورة سليمة وهادئة، التأكد أيضا من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء من وجود مواد التعقيم، توفير الكمامات للمواطنين وإلزامهم بارتدائها، أيضا تعقيم يديهم، البوابة الإلكترونية أو بوابة التعقيم خارج المقر الانتخابية، وبالتأكيد مراعاة التباعد بين الناخبين لحمايتهم من فيروس كورونا. أيضا بيتابعوا توفير كافة الدعم اللوجستي للمقار الانتخابية سواء من مظلات خارج اللجان لحماية المواطنين من أشعة الشمس، وتوفير أيضا كرسي متحرك في كل مقر انتخابي لمساعدة كبار السن وذوي القدرات الخاصة. لو تحدثنا عن ما رصدته هذه الغرفة منذ الصباح، ففي محافظة الإسكندرية يوجد قوافل توعوية تجوب المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة. أيضا هناك جوانب إنسانية في محافظة القنا، كل القائمين على العملية الانتخابية بيقدموا المساعدة لكبار السن من خلال الكرسي المتحرك لتيسير العملية الانتخابية عليهم. أيضا بعض اللجان في بعض المحافظات طالبوا بتوفير مواد التعقيم وتم الاستجابة السريعة لهم وتم توفير هذه المواد في كل اللجان. ما عدا ذلك لم يتم رصد أي خروقات انتخابية أو تأخير لفتح اللجان في موعدها، الأمور بتصير بشكل طبيعي. هذا هذا المشهد منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، ومن المتوقع ان الأعداد تزداد اليوم نظرا انها الفرصة الأخيرة للمواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم في ال 14 محافظة كمرحلة أولى. هذه هي الصورة من هنا داخل غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد خلال الفترة القادمة من خلال الخدمات الإخبارية.